السلام عليكم. اليوم راح يكون موضوع محاضرتنا عن الأثيروسكلروسيس and hypertension. بالنسبة للأثيروسكلروسيس، هو بالعربي احنا نقول عليه تصلب الشرايين، بس هو عادة هو chronic progressive inflammatory disease. وين يصير؟ يصير بالانتما of the arteries. تعرفون الكومبوزيشن مال الارتري، تعرفون مقلب استولوجي انتما ميديا ادفنتيشيا. فاساسا هو اللي يبدي باي intimal injury. Okay, progressive inflammatory disease caused by characterized by intimal injury or intimal lesion. شو نسميها هاي lesions؟ نسميها الأثيرومات أو نسميها أثيروماتس ذا سينجل. هي أساسا ليش سموها أو نقول عليها fibrofatty؟ ملخص من طرف مصطلح fibrofatty معناها الكومبوزيشن مالت fibrous and fat. هاي الأثيروما أو البلاك أو الأثيرومات أو الأثيرومات السبليك بروترود إلى لومن and progressively obstruct the vascular lumen. وبالتالي راح يسوي من obstruct the lumen راح يسوي pressure على underlying media، وبالتالي راح يسوي weakening بال underlying media. بدايتها تكون بشكل fatty streaks، بداية شوي fat deposition بشكل اللي حنسا نقول بالعربي خيوط، شوي شوي تبدي تتجمع. هاي fatty streaks قد تكون هي precursors مال البليك. هي بدايتها شنو؟ بداية التصلب تدي من deposition of excess of cholesterol, excess lipid. قد تكون هي السورس مال هذا البليك، بس مو كل الفاتوسيتريكس ممكن بالنهاية تنتهي تصير بها فايبرس تكنيك وتتحول إلى أدفانس ليجن، تتحول إلى بليك يعني، بس هي ممكن تكون هي السورس. الأثيروماتك أو الأثيروسكلروتيك بليك ديفلوب برايمري أول ما تبدي بالإلاستيك أرتريز، أيورتي كاروتيد إيديك أرتريز، وباللارج وميديوم سايز مسكولر أرتريز يعني فور إكزامبل كورونري أرتريز أند بوبيتال أرتريز. المراحل تطور الفاتي ستريكس يعني الاول البليك بشكل عام وصل الثرومبوس، بعدين تبدي بشكل فاتي ستريكس. فاتي ستريكس تكون نون بالبابل، بس احنا نشوفها بالعين بالجروس يعني بشكل يلو ستريك مبين فات، يكون يلو كلش واضح. الاثيروما معناها شنو؟ معناها صارت بلاك. وصل اراويكم الكومبوزيشن مالته وشلون تصير الاثيروما من ستريكس، يعني بدات بدايتها من فاتي ستريك مجرد بس خطوط بالفات ما تنحس، لكن ترى لان هي يلو ديبوزيشن اوف ليبيد. من صارت بشكل بلاك سميتها اثيروما، صارت بالبابل. الاثيروما ممكن الكومبليكيشن مال البلاك شوي راح اشرح لكم اياها او اعدل لكم الكومبليكيشن او الاكوت بلاك تشينج، يصير بها ثرومبس. ثرومبس يعني راح تكون البلاك نون فانكشنال بحد ذاته، لكن شو يسوي؟ يسوي سيمتوماتيك افكت. تعرفون شنو الثرومبوس؟ اخذناه وشرحناه بمحاضرات السابقه شو راح يسوي الافكت مالته. زي أنا بشكل عام أدراوي شنو في حالة إنه ما سويت الكلينيكال يعني كلينيكال فيتشر أو كلينيكال فيتشر البري كلينيكال فيس يعني عادة بالأد يعني باليونج إيج، ترى كل إحنا يعني باليونج إيج ثلاثينات وأربعينات من اللي فوق تبدي يصير ديبوزيشن أوف فات، خاصة إذا قلنا بالفيزيكال أكتيفيتي. إحنا ذكرناها بمحاضرة سابقة إنه الريسك فاكتور أكو موديفايبل أكو نون موديفايبل، بنفس الريسك فاكتور مال مايكارديال إنفكشن نفس تنطبق على الأثيروسكلروسيس. هذا نورمال أرتري، هذا البياض معناها يعني الفتحة الأخرى، هذا اللومن. بدأت عندي شوي شوي شنو؟ فاتي ستريكس. الفاتي ستريكس شوي شوي تحولت إلى فايبروفاتي بلاك. شلون؟ لأن هاي منطقة الليجن اللي هي الليجن برون أريا اللي بها هاي الفاتي ستريك، هاي المنطقة المعرضة أكو أكسريتد باي سيرتن ريكس فاكتر اللي هسه راح شوي أشرح لكم إياها. إحنا قلنا أساس الليجن هو إندوثيليال إنجري، إندوثيليال ديسفانكشن. زين تبدي مونوسايت ادهيجن اميجريشن تحولت الى ماكروفاج، السموث مسل سيل تبدي يصير بها ميجريشن الى الانتما، صار بها بروليفريشن اكسترا سيلر ماتريكس بروليفريشن الابوريشن، وبالتالي ليبيد اكيوميليشن. هذا الكلام هو مخطط مختصر للباثوجينيسيس اوف اثيروسكلروسيس. شلون ده يصير؟ البلاك صارت عندي فايبروفاتي بلاك، هاي البلاك بالادفانسد ستيج شوي شوي صارت واضحة راح تسوي obstructed lumen. شوي شوي بدي cell death degeneration inflammation يصير growth بالبلاك. زين شوي شوي ممكن اما اسوي لي في clinical feature او ممكن شو يصير بها؟ يصير بها remodeling بالبلاك و deposition مال extracellular matrix و thrombosis. واحنا عرفنا الفيت مال thrombosis ممكن يصير بها organization وبالنهاية calcification. هاي كلها preclinical stage باليونج ايج. من يصير ادفانس ايج شوية ميدل ايج الى اردلي شو راح يعطيني؟ شنو الكلينيكال برزنتيشن مالته؟ ممكن وحده من الكومبليكيشن مال الاثيروسكلروسيس بلاك شو تسوي؟ مسوي لي ثرومبوسيس ميورال ثرومبوسيس يعني بالوول،
embolization والثرومبوس ممكن يعطيني embolization وبالتالي wall weakening. من يصير wall weakening ايش راح يعطيني؟ يعطيني aneurysm ورابتشر. هو شنو الانيوريزم؟ عبارة عن abnormal dilatation of the wall of the vessel. ميدي الدايلتيشن اللي صار ويكينج بالوول بسبب الثرومبوسز اللي موجود بالوول والامبولايزيشن والضغط اللي عليه صار ويكينج اوف ذا وول، فصار عنده ابنورمال دايلتيشن هو الانيوريزم وبالتالي رابتشر. هذا سبب رابتشر. هذا زين. ممكن البليك نفسها يعني مو شرط انه يسوي ثرومبوسز يعني يصير فوقها سوبر امبوز ثرومبوسز وامبولايزيشن وويكينج بالوول، لا ممكن البليك نفسها هسه شو ذكرت لكم اياها الاكيوت بلاك تشينج ممكن يصير بها رابتشر، ممكن اروجن، ممكن هيمورج للكور مال البليك، وبالتالي شوي شوي هم راح يصير ثرومبوسز بسبب هاي الافكت، هم راح يصير عندي ميورال ثرومبوسز وامبولايزيشن، ومن ذلك كبروا هذا راح يسوي اوكلوجن اوف ذا فازل باي ثرومبس. او احتمال هي نفسها البليك شوي شوي تنكريز بالسايز مالتها، ليش؟ لان تكبر شوي شوي يزداد ديبوزيشن مال الفات عليها ويزداد الفورميشن مال الفايبرس كاب اللي على يعني هي نفسها تكبر بمكوناتها، مو بسبب الكومبليكيشن يصير بها رابتشر او هيمورج، لا هي مكوناتها الاصليه تبدا تزداد بمرور الزمن، يكبر السايز مالتها سوت لي كريتيكال ستينوسيس. فهو اما انيور الكلينيكال برزنتيشن مالتها اما انيورزم اند رابتشر او اوكلوجن باي ثرومبوسيس او كريتيكال ستينوسيس، اللي هي كلها تؤدي الى الكلينيكال برزنتيشن مال المحاضرات السابقه اللي حكيناها ما يخص الاوكلوجن او الكلينيكال ستينوسيس اللي هي الانجينا فاكتورز او مايكارديال انفاكشن. اما موضوع الانيورزم موضوع منفصل. الأسبوع المحاضرة الأخيرة من هذا السيستم راح أشرح لكم إياه شنو نقصد بالأنيوريزم وشنو راح يصير الأبنورمال دايلتيشن. هاي الفاتستريكس، هاي الصفارات، هذا الصفار ممكن يعني الصورة هنا لأنه هو أساسا الإلاستيك آرت، هو الإلاستيك آرت اللي في الوول مالتي، بس إحنا جروستي الضوء اللي يبين الصفار مناطق ديبوزيشن صفرة طوخ أطوخ من لونه، فتحاي شوي أكو صفارات هنا مبينة، هذا الفاتستريكس إن ذا يورتا. زين هاي البلاك الاثيروما او الاثيرومات السبليك شنو مكوناتها؟ هي عباره عن شنو؟ عباره عن فوكال موضع يعني ريزد فشي ليجن مرتفع ليجن انيشيتنج وين ذا يبدي يبدي وذن ذا انتما اوف ذا ارتريز مثل ما قلنا. ليش؟ لان اساسا اندوثيليال انجري. مكوناتها شنو؟ عندها سوفت يلو كور اوف ليبيد. ليش سوفت؟ لانه ليبيد يلو كور يعني يعني السنتر مالتها كور مال هاي البلاك الوسط مالته عبارة عن سوفت يلو متكون من ليبيد أكثر شيء كوليسترول وكوليسترول استرز. هاي بيش مغطاة؟ مغطاة باي فيرم وايت فايبرس كاب، يعني مثل يعني شو احنا نقول عليها مثل الدعبلة. السنتر مالته عبارة عن سوفت ويلو فات والكفر الخارجي مالته فيرم قوي وايت فايبرس كاب. هاي الاثيرومات سبليك تطلع عادة وايت الى وايت شيلو ان كلر وتبدي باللومن يعني بارزة باللومن of the artery in pink. السايز مالتها يختلف من يعني variation مالتها من 0.3 إلى 1.5 سنتيمتر بالدايمتر، بس أحيانا تتجمع ما بيناتها تسوي لي كلش large mass اللي هي قبل شوي قلنا عليها ممكن يصير بها growth إما يعني هي نفسها البلاك نفسها تزداد مكوناتها أو تتجمع واحدة ويا الثانية وتسوي critical stenosis. عادة هاي الأثيرومات السبليك involve partial circumference من arterial wall، مو كل الوول. شوفوا هسه الصور ما ماخذ كل الوول، partial circumference نسميه eccentric اللي اذا صار عندي complete obstruction. هسه حتى هذا بقيت لي في الجزء partial obstruction اللي اذا صار بها progressive graft تماما وسدت اللومن ذاك ساعه الساعه، بس يقصد بها كبدايتها partial تاخذ جزء من المحيط كله مو كله، فنسميها eccentric يعني تبدي بشكل eccentric خارجي وشوي شوي تكبر السايز مالتها. المين كومبوننت اوف الاثيرومات سبليك السنتر كور قلنا عليه احنا شنو قلنا ليبيد الانترا سيلر اند اكسترا سيلر ليبيد سيلز اللي هي الفايب هاي اللي تكون الفايبرس كاب من اللي تجي من السيلز اللي هي السموث مسل سيلز ماكروفاج اند اذر ليوكوسايت وعندي اكسترا سيلر ماتريكس اللي انكلودينج كولاجين الاستيك فايبرز اند بروتوغليكان انواع من البروتين. هاي الكاب هاي عفوا هاي البلاك هاي البلاك هي وين تصير؟ تصير بالانتما، هاي منطقة الانتما وين وتضغط تضغط على الميديا. هذا السنتر مالتها وهذا الفايبرس كاب. السنتر مالتها قلنا عليه سوفت يلو سنتر متألف من كوليسترول، هذا الصفار او كله عبارة عن كوليسترول كريستلز سيل دبريز فومي سيلز. هي شنو الفومي سيلز؟ الفومي سيلز عبارة عن مايكروفاج ماكرو ليبيد. هذا الصفارة اللي تشوفوها
هاي ماكروفاج وماكروليبيد نسموها فومي سيلز، والسيل دبلز بقايا ضافة للكالسيوم. هذا الكور مالتها، السنتر نفسه نقول عليه نكروتيك سنتر او الكور. هاي الفايبرس كاب، هاي الفايبرس كاب، هاي السموث مسل سيلز. اوكي، ماكروفاج، شوفوا الفرق بين هاي الماكروفاج والفرق بين هاي الماكروفاج. هاي اللي بالسنتر فومي الماكروليبيد، بينما هاي لا. زين، هم ممكن هم الجي فومي سيلز، ان هي يعني فومي سيلز، هاي فومي سيلز وهاي الماكروفاج. لينفوسايت يعني كجزء من الانفلاماتوري سيلز لازم الجي، كولاجين، الاستيك فايبرز، اوكي، بروتوجليكان، الاستين، ونيو فاسكولاريزيشن يعني بيها فازل. هذه هاي فازلز، نيو فاسكولاريزيشن، نيفو يعني فازل وارتري ونيرف. هاي البليك، هذا الفايبرس كاب، هذا السنترال نكروتيك او نسميه احنا نقول عليه الكور، وهذا الميديا. هذا من كل ما فيها مكونات اكثر كل ما تضغط على الميديا سو ويكنج اوف ذا وول. الوول من الميديا، الانتما هي الانر لايننج، بينما الوول من الميديا. فلهذا من كل ما تضغط زايد ممكن الكومبليكيشن وحده من عندها تصير يعني ويكنج اوف ذا وول، وبالتالي انيوريزم اند رابتشر. الديستريبيوشن، الكاركترستيك ديستريبيوشن اوف الاثيروسكلروتيك بلاك بالهيومن وين تصير؟ اول شيء بالايورتا، ابدومينال ايورتا وبالثراسيك ايورتا. زين، ممكن بس الهيفلي انفولفد ارتريز هي كوروني ارتريز. لهذا دائما احنا الموست امبورتنت ريسك فاكتور للاسكيميك هارت ديزيز الانجينا والام اي والهذه هي الاثيروسكلروسيس، والكومبليكيشن مالته اللي هو الثرومبوسيس. بوبليتال ارتريز، انترنال كارنت ارتريز، الفازل اوف سيركل اوف البرين هم ممكن، الفازل اوف ذا ابر اكستريميتيز يوجوالي سبيرد. متى انصاب؟ هي والميزنتريك والرينال ارتريز اكسبت اذر اوستيا مناطق اللي فوق بيهم فقط. السيفيريتي مال الاثيروسكلروسيس ان ذا وان ارتري، يعني اذا كان يقصد بهاي العباره انه كان سيفير بارتري معين مو شرط انه يكون سيفير بالارتري الثاني، حسب مكان المضروب. اوكي، هذا عندي مايلد اثيروسكلروسيس، هاي مجرد مايلد ديبوزيشن، هذا جروس فيو فايبرس بلاك، هذا من بينه، بينما هذا ادفانسد وسيفير ديزيز كومبليكيتد ليجن، هذا جروسلي. بالنسبه للريسك فاكتور اوف الاثيروسكلروسيس نفس اللي قلناها بالمحاضره السابقه اللي تخص المايكارديال انفكشن او الاسكيميك هارت ديزيز، ميجر وماينر. والميجر نقسمها نون موديفايبل وموديفايبل. نون موديفايبل انكريزنج ايج، ميل جندر، فاميلي هيستوري، جينيتيك ابنورماليتيز. بينما موديفايبل شو تكون؟ هايبرليبيديميا، هايبرتنشن، سيجارت سموكينج اند دايبيتس. الماينر موديفايبل اللي هي اوبيسيتي، فيزيكال ان اكتيفيتي، ستريس قبل يعني المحاضره السابقه، بوست مينوبوزال استروجين ديفيشنسي، هذا قلنا ورا المينوبوز الفيميل اذا تاخذ هرمون ريبليسمنت ثيرابي تكون اقل عرضه الى هاي الديزيز، بينما اذا ما تاخذ لا راح تكون عرضه. هاي كربوهيدرات انتيك، الكحول، ليبوبروتين، انتيك اوف انساتوريتد فات، وكلاميديا هاي يعني مذكوره بس ما فد ادفانس يعني فد سبورتد كيسز انه اكو شيء بس هيك ذاكريه. معناها اكو بحوث عليها. الباثوجينيسيس، الاثيروسكلروسيس مثل ما قلت لكم عباره عن شنو؟ كرونيك انفلاماتوري ديزيز او ريسبونس، ما نقول عليه احنا ديزيز لان هو ريسبونس، هو نمبر من التشينج الصبي. فكرونيك انفلاماتوري ريسبونس اوف ذا ارتيريال وول انيشيتد، شنو المحفز؟ ان انجري تو ذا اندوثيليوم، هذا هو، هاي الاساس. دا يصير عندي inflammatory response. ليش حددت مصطلح chronic inflammatory response؟ معناها أقصد إن type مال inflammatory cells الموجودة به هي chronic inflammatory cells، يعني lymphocyte، plasma cells، macrophage. ما قلت لو قال بس inflammatory response ممكن يكون acute، ممكن يشمل حتى neutrophils، بس من حددت chronic معناها type مال cell هي chronic inflammatory cell of the arterial wall initiated by injury to the endothelium. The most important stairs or steps أو نقول عليها إحنا the most important steps من الباثوجينيس أو stars endothelial injury، هاي أهم شيء، هي بدايتها بالendothelial injury، تدي وراها inflammation، lipid deposition و smooth muscle cell deposition، هي smooth muscle، هذا مختصر smooth muscle cells. هذا مخطط ممكن راح يبين لنا ملخص أو توضيح علمًا إلى steps مال ال الاثيروسكلروسيس. أنا هذا عندي ارتري، هاي عندي انتما، ماشي، ميديا، ادفنتيشيا ميديا انتما، وهذا الفينستريتد سيلز اللي هي من هي اللي هي الاندوثيليال سيلز.
أنا أساس التشينج هي endothelial cells injury، فصار عندي chronic endothelial cells injury. من اللي تجي هاي injury؟ طبعا بالمناسبة خلي بالكم في نقطة مهمة، من دا أقول chronic inflammatory response of the arterial wall. ال chronic يشمل شغلتين، يشمل inflammatory response type of cell ويشمل chronic initiating factor. يعني واحد صار عنده ضغط صار له 25 سنة، أو عنده مثلا زيادة بالكوليسترول صار له 10 سنوات، وعنده سكر صار له 25 سنة. هاي هم كرونيك، نعتبرها كرونيك كوز اوف اندوثيليال انجري. فالكرونيك ايش من شقين، فكرونيك اندوثيليال انجري هايبر ليبيديميا، هايبر تنشن، سموكينج صار له 30 سنه يدخن، هوموسيستينيورا ذا ديزيز معينات، هيمودايناميك فاكتورز، توكسين، فيروسز، واميون ميديتر. هذا الانجري صار انجري، ايش راح يكون عندي ريسبونس الى الانجري؟ الريسبونس انجري ايش راح يشمل لي؟ اندوثيليال سيل ديسفانكشن. اشتش من endothelial dysfunction زي الpermeability، وبالتالي شلون steps مال inflammation اللي ماخذيها انتو بداية الباثولوجي تزداد الpermeability، leukocyte adhesion، monocyte adhesion، وemigration. شوي شوي ايش راح يصير عندي؟ smooth muscle immigration وproliferation. وين تروح ال smooth muscle immigration؟ من راح تروح؟ راح تروح من الميديا، راح تروح للانتما. يعني سألني هذا، هاي الانتما بيصير بها الانجري بالendothelial، بدأ عندي تصير هنا تزداد البرمبولتي، راحت الميكروفيج وراحت الليمفوسايت الى الانتما. ايش بدا عندي نوع؟ بدا عندي سموث مصل بروليفريشن واميجريشن، تطلع من الميديا اما تروح هاي سموث مصل تروح للانتما، وصار عندي اكتيفيشن بهاي الميكروفيج. النوم ايش راح يسوي الميكروفيج؟ الميكروفيج والسموث مصل ايش راح يسوي؟ راح يسوي انجلف للليبيد الموجود الفاتي ستريكس، اضافه لانه عندي وياها انفلاماتوري سيلز ليمفوسايت. صارت عندي فايبروفاتي ادينو اثيروما اللي هي الكفر مالتها فايبروس كاب كولاجين، وعندي ليمفوسايت وهذا الليبيد كور. ديبوزيشن اوف سموث مسل كولاجين ان اذر اكسسيلر ماتريكس. هذا المخطط راح يبين لي الباثوجينيسيس الصحيحه للاثيروسكلروسيس، شلون تبدي الستيب وشلون تتكون. هذا دير بالكم عليه. هذا فد مخططات، يعني فد رسومات احنا ماخذيها هذا ارتري، هاي الجهة مالتها ما بيها، هاي جهة بيها بلاك وهاي جهة ما بيها بلاك. هذا اللومن، هذا مفروض بالحالة الطبيعية هذا كله لومن، بس شوف شلون صار بينا راوند اللومن بسبب شنو؟ بسبب هاي الاثيرومات بلاك اللي السنتر مالتها عبارة عن شنو؟ كور زين ليبيد، وهذا الوول الفايبروس كاب مالتها. وش هذا الفايبروس كاب؟ مصبوغ ازرق لان صار بصبغة معينة. وهذا اللومن شوف شلون صار بينا راوند، المفروض هذا كله لومن، هاي الجهة مثل ما قلت لكم اكسنتريك تبني بجهه معينه، هذا كلهم ثينينج بالوضع يصير. هاي الانفلاماتوري سيلز موجوده زين، هاي كلها الانفلاماتوري سيلز، هذا كالسيفيكيشن زين، وهذا اللي نقول عليه احنا النيو فاسكولاريزيشن. هذا انه عندي اني بلاد فازلز ايضا موجوده ونيرف ممكن نلقيه زين. ذكرت لكم أنا إنه أكفت فت complication تصير بالبلاك نسميها acute plaque change. إيش تشمل؟ تشمل rupture بالبلاك نفسها، fissuring يعني شلون صار بها مثل تفطرات، أو ulceration تقرحات بالبلاك. هاي ما يصير بها هاي change، رأسا exposed راح تبدي ال تعرضنا إلى شنو يصير عند thrombogenic constituent، أو راح تعرض ال underlying sub endothelial basement membrane، فتخلي المكان عرضه للرابيد ثرومبوسيس زين. راسا راح تخلي الثرومبوجينيك فاكتور تتحرك وتعرض الاندرلاينج لاير، تخلي راسا الى القابليه انه تتجمع بثرومبوس، فهاي تشينج تؤدي للرابيد ثرومبوسيس. او نفس احتماليه البلايك نفسه الكور مالته راح يصير بيه هيموريج، فيكبر الفوليوم مالته، وبالتالي ايش راح تسوي؟ تسوي اوبستراكشن باللومن اوكلوجن. اوكي هاي acute plaque change زين. شنو هي الفاكتورز اللي تؤدي الى هذا الacute plaque change؟ بس احنا قلنا هاي التشينج اللي صار عندي، شنو هي الفاكتورز تؤدي هذا التشينج؟ اما تكون intrinsic factor يعني بالبلاك نفسها، اكو عوامل بالبلاك نفسها. شنو هي البلاك that are more likely to rupture؟ اما تحتوي على large atheromata score بحيث كلش كبير بعد ما هي قابله بحيث يصير بها rupture، او الoverlying fibrous cap thin مو كلش لازم هفد لازمة قوية او مسيطر عليها وبالتالي راح يصير بها رابتشر، او البوستي او اسمه المصل سيل، اسمه المصل سيل كلش ضعيفة زين، او لارج نمبر من الانفلاماتوري سيلز فراح يصير بها انفلاميشن كلش قوي عرضة الى الرابتشر. هاي كلها انترنسك فاكتور within the plaque itself.
بينما انا عندي اكسترنسك فاكتور تاثر على البلاك تخليها ابشر اللي هي اندرينرجيك ستيميليشن. اي ادرينرجيك ستيميليشن راح يخلي البلاك اندر بريشر باي شنو؟ باي ستريس. ستريس راح يؤدي راح يسوي هايبرتنشن بالفازل نفسه ولو كان سبازم يضغط عليها ممكن راح يؤدي الى رابتشر او اكيوت بلاك تشينج. اوكي هذا فتشرح مبسط عن الاثيروسكلروسيس واهم شيء تكون تعرفون الكومبوزيشن وشو تصير الباثوجينيسيس هاي اهم شيء خطوات. بالنسبه للديزيز الثاني اللي راح ناخذه اللي هو الهايبرتنشن. الهايبرتنشن كلش كومن كومبلكس مولتي فاكتوريال. مصطلح مولتي فاكتوريال يعني واني فاكتور تؤدي الى ديفلوبمنت اوف هايبرتنشن. عاده احنا نقسمها بشغلتين نقول عليها جينيتيك اند انفايرمنتال. من نحكي على هايبرتنشن نقول شغلتين جينيتيك اند انفايرمنتال فاكتورز. الباثوجينيسيس اي ريليشن شيب ما بين الكارديك اوتبوت والتوتال بيرفرال ريزيستنس تتخربط ممكن راح تؤدي الى ديفلوبمنت اوف هايبرتنشن. هايبرتنشن معروف اما اسينشال او سكندري. اسينشال مثل ما نقول عليها ايديوباثيك يعني برايمري يعني ما له سبب هو اللي يصير او سكندري. السكندري اللي هو قد يشمل دائما احنا اربع شغلات مهمه رينال اكيوت بيومينو فراكس وكومبليكيشن مالتها كرونيك رينال ديزيز اندوكراين ادرينو كورتيكال هايبر اي شيء هايبر فانكشن اكزوجينوس هرمونات. بالنسبه للثايرويد احنا عندنا هايبر ثايرويدزم كلش كمون الهايبر ثايرويدزم الميكس ديما تقريبا نسبة عالية يصير بي هايبوتنشن بس اكو بعض الكتب الذكرى ممكن يصير بي لان هذا بدايته الهايبوثايرويدزم ممكن يبدي مرات هايبر وبعدين يصير هايبو فبعض الكتب ذاكرته انه ممكن يصير بي هايبرتنشن بس احنا عندنا 90% على الهايبرثايرويدزم بريجننسي اندوست هايبرتنشن هذا اندوكراين. الكارديو فاسكولار كواركتيشن اوف ذا ايورتا بولار ارثرايتس نودوزا يعني نوع من انواع الفاسكولايتس ترى هي وانكريز بالانترا فاسكولار فوليوم. Other factor ممكن تشمل زيادة بالكارديك اوتبوت زيادة بالديماند rigidity of the aorta neurological causes psychological causes زيادة بالانتراكرينال بريشر sleep apnea كلش مهم هاي sleep apnea هواي ناس طلعتهم مثلا هاي شغلة الجيوب ما جيوب ينام يقعد راسه يوجع مثلا قضافة صاعد هذا اللي في يشخر وهو نايم sleep apnea acute stress including surgery مرات واحد داخل عمليات من قد ستريس قوي بس على الضغطة هاي الكوزز. بالنسبة للديفينيشن احنا لازم عندي الضغط sustained الدياستوليك اكثر من 90 والسيستوليك اكثر من 140 اوكي 140 على 90. انا بشكل عام بدي احكي على الميكانيزم مال essential hypertension. essential انا اقول عليه primary اقول عليه هو idiopathic يعني هو complex multifactorial زين عادة نقول احنا لازم عندي فت combination unlikely انه mutation single gene يعتبر هو فت كوز الى essential hypertension. لازم انا عندي شنو لازم عندي mutation او يعني combined effect mutation اكثر من جيم او polymorphism على several جينات هو يأثر على blood pressure. يعني ملخص الكلام حتى essential hypertension combination من genetic و environmental factor بس genetic اللي تصير بالessential hypertension مو جين واحد يعني مو mutation على فت single locus جين واحد لا اكثر من position لأكثر من جين حتى يصير. بالنسبة للجينيتيك هايبرتنشن uncontrollable اوكي بينما الانفيرمنتال كنترولبل. ليش الانفيرمنتال؟ اما ستريس اما اوبيسيتي اما سموكينج اما فيزيكال اكتيفيتي او السولت اكسس سولت انتيك فهذا نقدر احنا نسيطر عليه بينما الجينيتيك هو وراثي عندهم ضغط فهذا يعني احنا نصبي uncontrollable يعني مو معنى انه مثلا انه خطر او كذا هو صح يصير بالنسبة للجينيتيك يصير يعني الريسك اوف مالجننت هايبرتنشن بالجينيتيك اكثر من الانفيرمنتال بس المقصود به انه هذا يصير بينما بالانسان العادي مثلا يخفف الستريس تقلل الاكتيفيتي مالته مثلا ممكن ما يصير عمره عنده ب 40 سنه يصير مثلا بال60 هذا لا الجينيتيك هو بيبدا عنده حتى من بالعشرينات لان هذا اولا نقصد به بالانكونترولبل اوكي او موديفايبل نقول موديفايبل او ان موديفايبل. الفاسكولار تشينج اللي راح يصير بالهايبرتنشن يعني انا الفازل شو راح يتاثر بالهايبرتنشن ليش ذكرناه؟ النوع التشينج راح يصير اما هايلاين ارتريوسكلروسيس او هايبربلاستيك ارتريوسكلروسيس. ارتريوسكلروسيس الهايلاين عباره عن هوموجينس هو عباره شنو؟ عباره عن بروتين هوموجينس بينك هايلاين ثيكنينج اوف ذا وولز اوف ذا ارتريوز وذ لوس اوف ذا اندرلاينج ستراكشرال ديتيلز هاي راح تؤدي ناروينج اوف ذا لومن. هذا من ديجي ليجن ليش دا يصير؟ لان دا تفقد عندي دا يصير عندي ليكج هروب بالبلازما كومبوننت اكروس ذا فاسكولار اندوثيليوم
وبالتالي excessive deposition من extracellular matrix زين by smooth muscle cells secondary إلى chronic hemodynamic change of the hypertension أو حتى واحتمال حتى بسبب DM metabolic stress راح يصير بالDM فراح يؤدي thickening of the wall by الأهم شو تعرفون يقولون thickening of the wall by homogeneous pink hyaline thickening و narrowing of the lumen بينما hyperplastic onion skin appearance concentric يعني concentric يعني حلقة بنص حلقة حلقة بنص حلقة إيش يصير concentric محيط يصير laminated لما يجي يعني مرتب واحد ولا ثاني شلون احنا نقول عليه مخطط thickening of the walls of the arterioles with the progressive narrowing of the lumen هذا اللامينيشن مين متكونه smooth muscle cell وthickened and reduplicated basement membrane هاي هذا الهيلاين هذا كله هيلاين deposition عبارة عن pinkish deposition of pink homogeneous material with narrowing of the lumen هذا الهيلاين بينما الهايبربلاستيك هذا الهايبربلاستيك كونسنتريك تشوفونه مثل الاونيون سكين لامينيتد خط ورا خط يعني خط دائري كامل ورا خط دائري كامل انا زين هذا وهذا السكندري اسكيميك تشينج بالنسبه لي اقصد به انه هالمنطقه لانه صار عندنا نروين باللومن صار سكندري اسكيميك تشينج المنطقه اللي تتغذى بهذا الارتري اللي هي هاي الجلوموريلاي زين رينكلينج فتاثرت بهذا التغير اللي يصير بي. بالنسبة للهايبر بلاستيك ما يصير بي أكثر شيء يعني نروينج نروينج يصير بالهيلاين هذا يصير بي أوبليتريشن شوي شوي يبدي يختفي ليش؟ لأنه هذا لامينيشن خط ورا خط ورا خط إلى أن النروينج شوي شوي إلى أن تماما يخفي اللومن هذا يصير بي أوبليتريشن أوف ذا لومن rather than نروينج أوف ذا لومن زين الأدابتيف ميكانيزم اللي يصير في حالة الكرونيك هايبرتنشن كارديك هايبرتروفي ليش دائما تسمعون مثلا ضغط البيشنت اللي يجيك عندك صار 20 سنه عنده ضغط تتبوع الاي سي جي مالته يطلع لنا مثلا ليف فنتيكولار هايبرتروفي او فنتيكولار هايبرتروفي او كارديوميوباثي ليش؟ هي هاي الميكانيزم كارديك هايبرتروفي اند كارديك دايلتيشن زين التشينج او الباترن مال الهايبرتروفي اللي يصير نوع الهايبرتروفي ريفلكت نيتشر اوف ذا ستيمولس يبين الاساس مال الوضعيه شنو هي يعني مثلا الكونسنتريك هايبرتروفي مصطلح كونسنتريك شلون قبل شوي قلت لكم يا هذا الاونيون سكين يعني دائره بنصها دائره بنصها دائره كونسنتريك اللي شوي شوي يصير محيط الكونسنتريك هايبرتروفي شنو الكوز مالته شنو النيتشر اوف ذا ستيمولس بريشر اوفرلود بحيث الفنتيكولار وول يصير بي الفنتيكولار وول ثيكنس تزداد without increase in the size of the chamber واضحه يعني بس الوول الشامبر الداخلية ما تتأثر فإذا كان الـ nature of the stimulus pressure overload شو نوع الهايبرتروفي concentric hypertrophy شو راح يكون راح يكون بشكل ventricular wall thickness تزداد without increase the size of the chamber زين إذا نوع الـ هذا قلنا عليه concentric hypertrophy إذا eccentric hypertrophy شو نوع change volume overload مو pressure overload الـ ventricular wall thickness مو راح تزداد لا راح يصير بي dilatation with thickness of the wall أما يزداد أو يقل أو normal يعني مشكلة راح يصير dilated مو thickened يتوسع زين هاي البداية هاي الهايبرتروفي اللي تصير بداية الضغط تعتبر كأدابتيف ريسبونس يعني شلون يكون كومبونساتوري ميكانيزم مو مرور الزمن الأكسجين ريكويرمنت أوف ذا بهذا المنطقة الهايبرتروفايد مايكارديوم تزداد وبالتالي راح يزداد المايكارديال سيل ماس وازداد التنشن بالفنتريكولار وول يعني ازداد اللود ازداد احتياجا للاكسجين زين فهذا وقت تايم راح تزداد الماس ويزداد التنشن اوف ذا فنتريكولار وول من راح يتاثر راح يتاثر الهارت ريت تاثر الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت بوث اوف ويتش انكريزد من يصير هايبرتروفي الهارت ريت والكونتراكتيليتي راح يزدادن زين فبهذا السبب انه هاي المايكارديال كابيلاري بيت مو اولز راح تكون كافيه حتى تغطي الديماند مال هذا الهايبرتروفي مثلا هاي الحجم مثلا خلينا نفرض مثلا حجمها على سبيل المثال مثلا 3 سابقا تحتاج مثلا فد 10 سي سي صارت مثلا 10 ضعف راح تحتاج اكثر هاي بنصير هايبرتروفي مثلا تحتاج ديماند اكثر زي هو ما عنده قدره انه زي يعطيها كميه زايده من هذا الاحتياج لان هذا مو خارج الضغط الطبيعي للديماند فهي راح تكون عرضه الى شنو الى اسكيميك انجري ما يجيها الديماند الكافي من الاكسجين بالتالي تكون vulnerable for ischemic injury
هاي الصورة، هذا normal heart، هذا عندي concentric hypertrophy، هذا eccentric. هذا concentric hypertrophy اللي قلنا عنه احنا thickening of the wall، thickening of the wall without change in the size of the chambers. هذا لا، عبارة عن dilatation والthickening ما متأثر، normal or increased or decreased. هذا eccentric hypertrophy. هذا هذا pressure، هذا شنو؟ هذا volume. ما تسمعوا مصطلح cardiac dilatation. cardiac dilatation no chamber، ما تقول dilatation مو hypertrophy. hypertrophy muscle wall، بس قبل شوي قلنا هذا، لأن كل من أقول hypertrophy يعني muscle يعني wall، بينما من أقول cardiac dilatation يعني chamber of the heart dilatation أو enlargement due to increase with cardiac workload، ضغط عليها قوي فيصير dilatation أو enlargement of the cardiac chambers. لهنا انتهت محاضرتنا، وإن شاء الله أتمنى تكونوا استفادتوا منها. شكرا جزيلا.